هاي 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 تيم، ان شاء الله. الكاب من وين شريته؟ إيه من الوان دولار شنو هذا، المحل ولا؟ وحدة شغلة يلا ايه هيدا 1 دولار خد قلت معاك ما عرفت معاك افضل دبيك في السعودية. لحظة انت عندك هيدا بس كبير لا، هذا كله فضل الله، عندي داعم مخفي يدعمني. يخزي العين تكبيس عنده انا والله شوف، انا راعي دبكات قديم، وحاب اني كل ما يجيني واحد ادبك له طب دبكه ليك عم دبكه. بيقولوا لي صوتك حلو غني لنا بليز شوفي، انا كان صوتي اول حلو، بس يعني صار لك عليه، بس تعرض لك شوي من دبكاتي. اوكي يلا فرجينا يلا. العاقل او خليفه او فيك خليفه تاخذها لو سمحت رجاء، ركزي رجاء. يلا خذها خذها باي يلا جيت بنت يا كفار ما اعرف ادبك، ما شفت ارجع عيد بليز والله ما امتى ارجع على عندك كيفك. لا، خلاص، والله ما يرجع. ليك كرامتي عندك لا لك ليه ولا امتى والله كرامتك مو عندي، والله لا، ما اخذ كرامات احد انا ليك والله. ولا زعبت الكلبي عشان شوفك على رواق ولا عيب انا عم اقول لك كرماله لا ولا مش عم ولا اقول لك يهمك، والله ولا يهمك، والله ولا يهمك. دقيقة بس، انا شوف حطها شو ثانية. محترم انا كفار محترم شو يا ابو تعملوا لك الحمد، انا محترم. اتخلي مع دقيقة شكرا بس، ولا كلك ذوق انت حدا محترم كثير عن جد الله يسلمك يا عيال. دابا يا شباب يا شباب يا شباب يلا وليد، صدق كبستك، خليني ادبك عشان شو تسوي؟ خليني ادبك عشان تخلطين؟ ها؟ والله ما توقعتها منك، لا والله. يا بدنا ورود يا شباب يا بسرعة اوريكم، ورود يا عيال ورود اخلطوها ورود أسرع اخلطوها دي، أسرع خليني أسرع ادبك أسرع عشان. أسرع ورد 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 بسرعة ورد ورد يا عيال، في الدبل، ها؟ في الدبل. شمري والكف. دبل. صفات لك كيف ويلكم الشمري، ويلكم وندقة. ها كيف؟ عرفت بك؟ بس ترى ما دبكت شوي بس. كتير قوي عن جد واو 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 انا ابو الكذب، خلينا نقلع على الناس يا اخي. اسمعي بقول لك شيء، ترى انا عندي موهبه جديده. غني شوفي، انا صدق اول يوم كنت صغير كنت اغني، بس امي قالت لا تغني، ترى صوتك حلو واخاف لا احطك. يلا غني لنا ليك فينا جحفل العنب بلش، من جحفل فينا نجحفل ايه شيش، خذ راحتك بس اسمعي. خذي ذا راحتك الجعري لي ناب عندنا. شو اسمع، بقول شيء، انا قول بغني اغاني حزينه، غني ان مثل شاء الله بتغني الصح تدحم بو غني بس بدنا نجحفل خلي عينك يا على عم. شن الجحفل بعد ذا يلا الكلب يا اخي، اكرمكم. يلا 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 خلي انت يوم عينك على موت الجحفل نسى اكلتي كلبك، يمكن ينبه جوعان الحول. يلا يلا اكلته يلا خلي له عينك على السكور اوكي يلا خلاص يا اخي، يلا اخلطي بس بدون خلط. بلا بدي اخلط هلا اخر الثواني حاخلط حينزل شي طير سكورك طيران زين، انا تمام بطير سكورك قبل اطير سكوري. لا طب يلا 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 غني غني يلا تمام تمام بعده بعد شو رأيك؟ هذا خريف، ايش الله. يقبرني قلب قلبك يا أيمن، على فكرة أيمن بكل الجولات ما بيتدخل إذا بتلاحظوا بس يتدخل شفتي بيصير ايمن؟ شفتي ايمن؟ إيه؟
اتحداك وانت ايمن تدخلين جوله ثانيه، اتحداك وانت ايمن. فيني اقول لك شغله؟ ايه ليك انا حدا حيصير روق عم نحكي. لا تدخل ما تعيط، عم بحكي لك باحترام وبرواق، ليه بتعصبوا دغري بس تخسروا؟ ليه؟ يعني ما فينا نكون رفقه هيك نحن؟ ما فهمت. يلا يلا كلمي كلمي تفضلي. شفت انك كفو يا سعود؟ تفضلي قولي سعود قولي. عمل لي فولو نرجع مره ثانيه، تعال لا نعمل لا فولو لا لبعض. بسرعه قاعد تراني قاعد اروق بسرعه، قولي لي انا اوريك. قلبك يا سعود. يلا بدي اعطيك احكام، بدك جوله ثانيه؟ ايه بس من تنفذ حكم بفتح جوله، تمام؟ بس بشرط قول. تجحفلين اتوطاك توطي. كيف يعني؟ ما فهمت. لا تجحفلين، العبين بدري عشان تشوفين عجائب الارض في الجوله. بس يلا اعملي لي فولو طيب واسمع. فيني اقول لك شغله؟ طب ليك قدامك انا عم اقول شباب، حقول شباب صبايا، اي حدا بده يزيد شيء زدته طناخه، منيح هيك؟ تناخذ قدامك وقدام العالم كله، تمام؟ يلا معذب روح بيع الجيب حقك وتعال دعم بسرعه. يلا يلا شو؟ تفضل تفضل اكلم داعمي داعمي هذا. اوكي. اول حكم، يا عيال قول راح عندي ميثاق اول سعود حكم، بس يخلص يجيكم، ادخلوا مع اللي ودك بس يخلص يسكر بس ويضيفكم ويجي. يلا تفضلوا يا عيال انتم 10000 طب شخص اسمع، اول شيروا البث تفضلي. شباب صبايا شيروا الباص، يلا مثل ما عم بيقول شباب صبايا شيروا يلا الباص. قولي بسرعه اول ترى انا حكم، افكاري. اول حكم، اول حكم، تقوم تقوم تعملنا شو كامل، جولة كاملة، شو جولة قصيرة كاملة دبك، وبدك تحمل مخدة انت وتدبك انت وياها، تعملنا شو شو منظر يعني. الحكم اوكي. الثاني. لا لا اسمعي ثاني حكم، مو تخلينا الجولة كاملة عشان راح تكون الجولة من حكم، فبجي بكلم داعميني. طب اخر دقيقة من الجولة بتجي بتكلم داعمينك، لا لا تيجي خلي 3 دقائق دقيقتين عشان اقدر اتكلم معك. 3 دقايق اقل ما بنزل. يلا يلا الحكم الثاني. بدك تنفذ قوم نفذ يلا. يا طيب الحكم الثاني. تاني حكم، تاني حكم، بتغمض عيونك جولة كاملة، ممنوع تطلع على الشاشة أبدا، مش بتغمض، بدك يعني بدك تغيب عن، بدك تسكر لي عيونك كاملين. شوف انا راح اسكر عيوني لكن اتحداك تفوزين. طب ممنوع بدك تشيل التليفون من ايدك وبدك تجيب لي شيء وتسكر عيونك جولة كاملة. يلا انا اوريك انا والله سعود بالخميس اللي دقيقة دقيقة. لك ها غبي، هي ما فتح جولة، ما فتح جولة، ممكن تموت. عبد الرحمن لك ما وين راح؟ خي وين رحت؟ خلاص بس تضحكين ها شباب سكرون منيح، انت ما بتغش شباب، كبسوا اسمعي اعطيني اعطيني خليها 3 دقائق عشان اكلم الداعمين يا اخي. لا لا بليز جوله كامله، تسكرت عيون حكم بايخ، ليك شو احكي خلاص بايخه. اسمعي بس بشرط بشرط شو؟ ترى خليها جولتين. لا 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 جولة واحدة يلا يا عيال شدوا عيال شباب شدوا يا يا عيال. كبسوا الرجل بدأ يتحقق يا يا عيال. يا عيال فازوا علينا الجولة الأولى جحفلة يا عيال. أنا شباب صبايا قلب الخط كبسوا، 400 شخص باللايف يا عيال بس شد عم وشي يطلع صوت مين؟ كبسوا احرقوا 400 شخص أصابعكم باللايف يا شباب احرقوا كبسوا، أصابعكم سعود اللي 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 تك تك كله احرقوا احرقوا، كفو كفو. لا إلك كفو، لا كفو يا عيال. يا عيال ريان اقلع ذا الكلب اللي نابح يا اخي ترى قاعد يسوي لو مسامعنا كبسوا يا شباب. يا عيال يا عيال اللي في دبل قولوا قولوا كبسوا لحظة طلع الكلب. يا عيال شدوا يا عيال فاز بالجولة الأولى جحفلة. لا أنت جحفلة يا عيال طالبكم تراها جولة واحدة من حكم أنا ما قاعد أشوف. شباب لكن واثق واثق بكم والله العظيم. شباب صبايا ما يخاف ليش صبايا؟ رازم إذا في دبل ورودكم يا عيال ما في ما في دبل ما في دبل يا عيال ما في دبل اللي جحفلنا دائمها أمير. شباب صبايا شباب صبايا شيرو شيرو يا عيال ممنوع تطلع. قاعد اسمع صوت اسد انا قاعد اسمع صوت اسد. ويلكم عمر
ويلكم الجحف الاعلان، الجحف الاعلان معزم مع الجيب. شكرا شايرو، شايرو يا شباب، شباب شايرو، شايرو ويلكم يا عيال الجحف الاعلان. هادي خلي الطلاق تتبعي. ولك عن جد الجمري طلال حسن، حسن يا حسن المعزم تروسان بديتك يا الله قلبي ما كبيت شي والله ايمن يقبرني قلبي. ربعي يا ربعي دقيقه هذا سامي يسكت يا بعد راسي كلكم علي في الطلاق ها بس ما تزوجت لكن حنا قلنا كلمة حنا قدها انا مسكت بعيوني وقاعد اشوف القوة. اسمعي ليك بدي اقول لك شغلة انا ما انا داعميني مش هون، في شخص هو داعمي اكيد بس مش محضرين، انت حبيبي حكيت وشيرت وكذا خفة شوي. طيب اسمعي ابيك تحلفين اني شيرت. شيرت؟ ابيك تحلفين اني شيرت. لا عم اقول لك شيرت. أبيك أنت تقولين، أنت تقولين تشيرت، أبيك تعرفين تشيرت. لا أنا عم بسألك شيرت؟ أنا ما شير، أنا ربعي تلقينهم في كل وقت. رشا ما تروح يا قبل يا عيال ضيف الداعمين يا عيال، الحكم الأول. عمر غني لنا يا سوري يا سعود غني لنا والله عم بيقولوا لي صوتك حلو. الحكم طيب وين أوديه؟ وين أصرفه؟ طب هلا بعدين تعطيني حكم. يلا الحكم الأول. يلا قول. تشيلين صورتك تحطين صورتي بدالها مدة أسبوع كامل 7 أيام من الأحد من الاثنين للاثنين. لا أسبوع كتير على 120 بس على هالقد ما فهمت على هالقد بدك حط أسبوع كامل نزلوا 300,000 بوجهي حطيتها 3 أيام لا 3 أيام ممكن الثاني والثالث. الحكم الثاني حكم حرفي يا أخي يا عيال 11,000 شخص شكرا لكم يا عيال ضيفوا الداعمين طلال ثانك يو طلال. لايف راجو ولا لايف داركيتو يلا الحكم الثاني اوكي الحكم الثاني يا سناب في البال ها شو الحكم الثاني يا زلمه فتت السعوديه كلها عم الحكم الثاني تجيبين شطه اصبري سكري الحكم الثاني تجيبين شطه وعشر ملاعق شو يعني شطه؟ دقوس شطه ذي اللي يحطونها شو يعني شطه ما فهمت شنو اسمه شنو معنات الشطه في لبنان يا اهل لبنان؟ خليه يغني حار حار ما عندنا حار انا وامي انا وستي بالبيت شو بدنا ناكل حار؟ خلاص جيبي حبتين فلفل شو يعني فلفل؟ فلفل فليفلة حوار حار ما بناكل حار انا وستي عايشين بالبيت لحالنا ما بناكل حار انا لحالي وانا اخوي الكبير وقاعدين ناكل حار لا هلا عن جد البنات ما بياكلوا حار هون عنا ليك وجنا بضلوا ما فيه حبوب زين ايش تاكلون؟ ناكل شوكولا صدق الله بدك شوكولا؟ خلاص جيبي حبتين ثوم اوكي حبتين كبار حبتين مش حوص راس ايش تسمونها راس خلاص دائما تسمونها راس جيبي راس كامل لا حرام عليك راس كامل ما حيقبل دعمك اصلا دعمك ما حيقبل حرام والله يلا يلا روح والله عصبت انا مش كنت عصبت انت قاعده تعصبيني طيب شو عملت لك انا فيتي معك برواق ولعنا الجو انبسطنا وضحكنا انا شو عملت انا برواق يا عمري والله برواق قسم بيت الله بديتك احبك يلا الحكم الثالث عم بيقولوا لي لا نقبل نقبل يوك قبول انه اللي كيلو شوكولا اللي حطي فلتر وزعلي اللي غني صح دحن بو هيك قربي طيب قربي شيل الفلتر قربي شيل الفلتر مش حرام رسوسه شوف عامله ميك اب
ايه عندي ميك اب. تمسحين الميك اب كله وتشيلين عدساتك. ما انا العدسات وحياه القران عيوني ها. الله عيون حصني اذا ما عيون ادمي. والله عيوني هون ما انا العدسات. بشلك الميك اب خلص دير. لا ما ابغى شيء. لا قلت يا عيونك حكي الزلام ما بيتلزم. ايه ما بيتلزم. اقول اقول الزلام عندكم احنا رجال. حكي الرجال ما اسمعي اسمعي مو على كيف قال لي قلت لك عدساتك تشيلينها ان شاء الله. شفت طلعين عين. لا ما من عدسات خي شو بشلك فيهم. يا الله يا اخي الحكم الثالث اصبري. الحكم الثاني تحطين شعرك قدام وتقصين شعرك لحد هون. شو هاي مضروب هيدا. لا بلاش اتعصب. خلاص خلاص الحكم الثاني حسكر انزل. اعطيني احكام محترمه بعدنا عم بمزح معك. يا قاعد اقول لك ارقصي انا. لا والله قلت لك لك تحلق شنبك او قول لحدا من الرجال يحلق شنبه. اذا في شيء عليه يحلق شنبي ترى كله شنب يعني. اي حبيبي انت يبقى مش رجال اللي بيحلق شنبه كرمال لعبه. اي خلاص انا مين رجال بس اسمعي. سالت الرجال عندك بيقبل يحلق شنبه على اللايف كرمال لعبه اسالهم هن. دقيقه مهند عادي تحلق شنبك؟ حيقول لك لا لانه الرجال ما بتدق ب اصبر. ايوه ايوه عادي يحلق شنبي. ايش فيه الشنب لو في خير ما طلع. اي نحن حبيبي عنا مش عادي. يا عادي. اسمعي يا حبيبتي انت فاهمين الرجوليه غلط. لكن اللي بيحلق شنب قص زين. طيب سؤال شو لو تقدم لك رجال ما عنده شنب توافقي عليه؟ ما عنده شنب خلقه من الله اوكي بس راح زل حاله كرمال لعبه يحلق شنب لا ما بقبل فيه. لانه الرجال حبيبي اوكي بقى فعلا بس مش كرمال لعبه بتروح بتحلق شنبه. ما عرف اسمح لي فيها هيدي. انت واللي عم يحضرونا كلهم حتى لو رفقاتي معي اعتراض بهذا الموضوع هي كمان انا ضدهم. ما شاء الله عليك. طيب يلا الحكم الثاني. والله مش كرمال لعبه. لا في في حدود للعبه صح ولا لا اسعود؟ شيل اللعبه على جنب. في حدود مش صح. حلو صح 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 والله العظيم اني انا قاعد يأنبني ضميري وجاي بقول لك انا اسف صراحه اسف. الحكم الثاني شو قول؟ الحكم الثاني تبوسين جراحه حتى هو ما اسمعي. الحكم الثاني حرمته حرام ينفذ. الحكم الثاني تبوس الجدار 10 مرات. اوكي يلا شكرا قدامي 10 مرات. مو اصبري 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 مو حبه حبه ها بعد بعد كملي 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 يا اخي بدون ضح ترى ترى تنعاد بعد. منيح صاروا 10. عمرك شفتي مرة صاحية عاقلة تبوس جدران قدام الناس؟ وعمرك شفت رجال يلا يلا أنا أول مرة أشوف حرمة عاقلة قاعدة تبوس جدران. أنت ما أنت صاحية. باي.